دونك مرحبا بكم على تيني سكول. دونك كيما وعدناكم كل مره باش نقدموا لكم حاجه. توا باش نحكيوا على كلكو زاستوس كونسيرنون لي زوسيلاسيون الكتريك فورسي باش تعاونكم مبدئيا على الكونستركسيون دو فرينال. دونك الكونستركسيون دو فرينال ديما فيها شويه مشاكل بالنسبه للتلامذه. دونك احنا عندنا هذه الكوريسبوندونس دي فيكتور اللي عاده نقدموها في الكور. دونك اول حاجه لازم التلميذ يكون متمكن منها انه عنده يزمو يلاحظ أنه الفكتور كي ريبريزونت غران تير بتي تير فوا اي ينجم يتسمى في 1 ينجم يتسمى في 2 ينجم يتسمى او ا ا بي اللي باش يتسمى. دونك مش مهم التسميه، اما اهم حاجه عندنا أنه الفكتور في 1 هذا اللي هو ريبريزونت غران تير بتي تير فوا اي هالفكتور هذا الي توجور اورتوغونال ا في 2 اي في 3. كي نقول في 2 اي في 3 نقصد بهم الفي 2 لو فكتور كي ريبريزونت la fonction LDI sur DT, ou le V3, c'est le vecteur qui représente 1 sur C primitif de I DT, ou L, si vous voulez, UC de T. Donc, à l'échelle V1, il est toujours orthogonal à V2 et V3. À la khatr mabin, le V1 ou le V2, il y a pi sur 2. L'angle binet, on pi sur 2. Mabin, le V1 ou le V3, c'est moins pi sur 2. Donc, il y a une chose importante, je vais vous dire le V1, est toujours, donc, toujours orthogonal à V2 et V3. C'est-à-dire, c'est la chose importante. La chose deuxième, c'est le vecteur V2 ou le V3. Dis-moi, le vecteur V2, c'est le vecteur qui représente LDI sur DT. Et là, je vais avoir une notation autre. Ou le vecteur V3, ces deux vecteurs sont collinéaires et de sens opposé. Allez. À la khatak ijit, chouf l'angle binetum houa phi i plus pi sur 2 moins phi i moins pi sur 2. Yani l'angle binetum houa pi sur 2 moins moins pi sur 2. Mais chikoun pi. Or, deux vecteurs binetum pi, donc qui t'a chou enti deux vecteurs, mathalan t'chou l'adé le vecteur u. Mais chiamel pi mal vecteur v, donc adé le vecteur v, donc binetum pi chmala. معناها ce sont deux vecteurs collinéaires et de sens opposé. هنا تلاحظوا V2 و V3 donc بيناتهم pi. Donc عندنا V2 et V3 sont toujours donc collinéaires et de sens opposé. توا انا كيفاش نبدا نصور الكونستركسيون دو فرينال. دونك اون فوا عرفت لي الفي 1 اي توجور اورتوغونال ا في 2 دونك الفي 2 اي في 3 سون توجور كولينيير اي دو سونس اوبوزي. دونك اول حاجه بروميير ايتاب هي اني نصور لاكس في U ولاكس في E. دونك حاجه مهمه برشا اني نصور لاكس في U ولاكس في E. دونك باش يكون عندي ديفازاج اون برانسيب نجم نصوره. مثلا سيبوزون اللي لاكس في U مثلا جا كيما هكا، لاكس في E بيان سور ا تيتر ديكزامبل جا كيما هكا، بيان سور سي لو كاد دان سيركوي بيان سور ايسي اندكتيف. دونك في الكام تاع هذا صورت لاكس في U صورت لاكس في E. في دوزيام ايتاب، في الدوزيام ايتاب التلميذ دائما مركز على لي فاكتور اللي ما نجمش يصورها ويتصور انه هو باش يبدا بالريبريزونتاسيون تاع الفي 1 وبعد الفي 2 وبعد الفي 3 وبعد الفي. ماهوش صحيح. دونك لهنا في الريبريزونتاسيون تاع في الريبريزونتاسيون تاع الكونستركسيون دو فرينال يلزمك تركز على لي فاكتور اللي تنجمهم مش لي فاكتور اللي ما تنجمهمش. دونك تعمل الريبريزونتاسيون تاع لي فاكتور اللي تنجمهم ومن بعد تالي بيان سور فوز لي ديدوير لي زوتر فاكتور. ناخذ اكزامبل، بار اكزامبل انا عندي نجم نصور الفاكتور في. علاش نجم نصور الفاكتور في؟ خاطر عطاني الاي ماكس مثلا في الجراف عطاني الاي ماكس. دونك اون فوا عطاني الاي ماكس وانا عندي ليشيل جو بو ريبريزونتي لو فاكتور في. مثلا نجم نصور الفاكتور في 3 عندي مثلا الكاباسيتي نتاع الكوندونساتور نجم نصور الفاكتور في 3. دونك باش نصور ال V دونك نستعمل ليشيل ونصور ال V. توا جيت باش نصور ال V3 ما عرفتش كيفاش نصور ال V3. دونك من الافضل لهنا انك تاخذ تعمل كونستركسيون دو فرينيل نتاع الكا اللي انت فيه
انت قلت انا السيركوي نتاعك مثلا ليكزامبل اللي خديته انا توا سيركوي اندكتيف دونك تعمل كونستركسيون دو فرينال نتاع سيركوي اندكتيف هي كونستركسيون دو فرينال نتاع سيركوي اندكتيف من بعد شنو تعمل من بعد تخلي واحد من لي فيكتور بيان سور يجي مع الريبريزونطاسيون نتاعك هذا الكا بيان سور اللي شفناه في الكور دونك شنو نجي نعمل نجي نخلي الفيكتور في مع الفيكتور في دونك نجي من هنا خير دونك باش نخلي الفيكتور في مع الفيكتور في دونك نلاحظ انه الفيكتور في 3 شوفوا حطيت الفيكتور في مع الفيكتور في هما الاثنين كونستركسيون دو فرينال نتاع سيركوي اندكتيف نلاحظ ان الفيكتور في 3 ليكستريميتي نتاعو تقابل الفيكتور الفيكتور في دونك هذيك ليكستريميتي نتاع الفي 3 مي لو في 3 اي لي كومون اون ا دي كي لي اورتوغونال ا في 1 هذا هو الفيكتور في 1 اللي اورتوغونال دونك انا باش ناخذ لي كير ونسطر الاورتوغونال على اكس في اي اي كي باس بار ليكستريميتي دو فيكتور بيان سور في دونك خذيت صورت الاورتوغونال كيما هكا دونك الاورتوغونال هذه تعدات بالاكستريميتي نتاع الفيكتور في من بعد نشوف الفيكتور في 3 هذا الموديل نتاعو قداه واخذ من سنتيمتر ونصور الفيكتور في 3 اش معناها معناها نجي من الاكستريميتي هذه ونصور حسب بيان سور ليشيل اللي عندي دونك اون فوا صورت الفي 3 دونك فوالا لو فيكتور في 3 شنو ناقص توا ناقص الفيكتور في 2 اون سي بيان كو لو فيكتور في 2 il est collinéaire et de sens opposé مع الفي 3 في 2 et في 3 sont toujours collinéaire et de sens opposé or l'origine نتاع الفيكتور في 3 هي l'extrémité نتاع الفيكتور في 2 et voilà le vecteur V2 donc هذا V2 maintenant pour avoir V1 le V1 est représenté sur l'axe phi i et il est orthogonal à V2 voilà le vecteur V1 voilà un exemple bien sûr de représentation de la construction de Fresnel هذا exemple et il y a bien sûr plusieurs exemples كما قلنا نفس الشيء donc تثبت روحك في الديفازاج une fois عرفت الديفازاج تنجم تصور لاكس في اي ولاكس في يو دونك نزيد ناكد على الحكايه هذه لاكس في اي ولاكس في يو من بعد رد بالك ابدا باللي فيكتور اللي تنجم تصورها دونك هذا اون سو كي كونسيرن لا كونستركسيون دو فرينال